بسم الله. دلوقتي هنشوف الفتحات في الانشاء. يعني على سبيل المثال عايز اعمل فتحه مثلا هنا. طيب عندي انا هنا في الاستراكشر اوبننج بلاقي باي فيس، اروح مختار كده واختار الفيس اللي انا عايز اعمل فيه الفتحه، وتقدر تعمل فتحه هنا زي ما انت عايز. اوكي. طيب خليني اعمل برضو فتحه تانية اللي هي الشفت، اقول له اعمل لي فتحه هنا واقول له موافق. ايه الفرق بين دي ودي؟ طيب بص هنا الفتحه دي بتاعت الشفت تقدر تعمل سيلكت عليها وترفعها بحيث انها تعدي على اكتر من دور، ما تبقاش خاصه بالدور ده بس، لا اهي. تمام. اي سطح هتعدي عليه هتعمل لي فيه اوبننج، انما دي خاصه بالدور ده بس. طيب خلينا نعمل سقف مايل. تمام، غير واضح اساس الشغل بتاعنا يبان. طيب هقول له انا عايز اعمل فلور اهوت او سقف، يعني الاثنين ينفعوا برضه. خلينا نعملها مثلا روف، وهبدا ارسم بالشكل دوت. تمام، وهعمل سيلكت على واحد فيهم واقول له انا عايز اعمل له اسلوب وليكن مثلا 45 واقول له موف. طيب تعال نشوف السطح ده عامل ازاي. هقول له في في واتاكد ان الروف متعلم عليه صح، واقول له ابلاي. اوكي، ظهر معايا بالشكل ده. طب حلو قوي، خلينا نعمل سيلكت عليه واقول له حتى ايه ركز لي عليه هو. تمام. طيب واجي هنا هقول له باي فيس واختار الفيس دوت اهو، وابدا افتح فيه فتحه بالشكل دوت. اوكي تمام. طيب واقول له انا عايز اعملها فيرتيكال. تمام، انا عايز افرق بين الباي فيس والفيرتيكال. تمام، الفيرتيكال اقول له اهوت واقول له اعمل لي فتحه اهيت، وبعد كده هقول له انا عايز شافت واروح فاتح فتحه. تمام. طيب اما نيجي نعمل سيلكت كده عايزك بس تلاحظ فرق بسيط هنا، اللي احنا اخترناها ديت اهي واخده نفس الميل بتاع الحيطه. تمام، يعني لو انا قلت له وريها لك كده واير فريم، بص واخده نفس الميل بتاع الحيطه، انما دي واخده قطعه كده نازله من فوق لتحت، وكذلك الشفت. تمام، دي بس هي اللي ايه واخده نفس الحاجه زي الحيطه بالظبط، يعني اي زاويه الحيطه بتاخدها الاوبننج ده بياخد نفس الحيطه. هنا لا، بيبقى ملوش دعوه بالميل بتاع الحيطه، هو نازل وبيقطع بقلب الحيطه. ممكن تحتاج ده في بعض الحاجات وممكن تحتاج ده في بعض الحالات، فاحنا لازم نفرق بين الاثنين. تمام، وحتى هتلاقي الصوره بتاعتها اهيت فيرتيكال، كانك ماسك حاجه وقعت فقطعت المكان ما نزلت، ملوش دعوه بالميل، انما باي فيس بيميل مع الفيس نفسه. تمام، دي حاجتين مهمين. طيب عندي الول، لو انا عندي اي وول الغي دوت واقول له رجعها لي شديد. طيب عندي وول اهيت، هبدا اعمل عليها سيلكت، ده استرشر ريفورسمنت. الول اهوت. طيب هقول له انا عايز اعمل فيه اوبننج، عندي طريقتين برضو لعمل اوبننج. ممكن اقول له اوبننج وول واجي ابدا افتح الفتحه بتاعتي في قلب الول. تمام. طيب الامر الاخر ان انا اعمل سيلكت على الول واقول له وول اوبننج، وابدا اعمل اي شكل جوه الوول ديت. طيب دي كده اهم حاجات في الاوبننج. خلينا نشوف حاجه حقيقيه، ان انا هقول له اعمل لي انسرت لينك ريفيت واسحب الام اي بي. تمام، ده المشروع ده ادفانسد، يبقى انا هقول له اول حاجه انا عايز الار بي تي ار ام اي ادفانسد سامبل بروجكت اوريجن تو اوريجن، واقول له اوبن. تمام. طيب انا حاسس ان هو استدعى حاجه تانية معايا. تمام، او هي لما نزلت ما نزلتش مظبوطه. طيب ده ار ام اي. طيب ممكن نعمل سيلكت كده
متأكد إن الحاجة نزلت في المكان بتاعها؟ ممكن يكون أوتو ديسك متعمدة إنها تطرحها الحاجة من أماكنها، ده نوع من الحاجات التعليمية. طيب أهوت. طيب أنا عايز أعرف فين الأماكن اللي فيها مشاكل، فأروح أنا لكولبريت وأقول له إنترفيس تشيك، وأقول له رن إنترفيس تشيك، وأقول له أنا عايز الكرنت بروجكت، تمام، كل الحاجات اللي موجودة هنا مع الحاجات بتاعت الميكانيكال زي الضغط، الضغط فيتنج، اللايتنج، البايب، بايب فيتنج، البلامنج، وأقول له أوكي. هيبدأ يجيب لي المشاكل، تمام، أقول له وريني المشكلة دي فين. طيب الضغط أنا عايز الضغط أهو، الفلور هو الفكرة الفلور بس كبير، فهو مش قادر يحدد أنهي من المكان اللي فيه المشكلة. طيب خلينا نشوف. هنشوف 3D مثلا، عندي الضغط ده نزل هنا، تمام، فانا عايز اعمل اوبننج، فاقدر اعمل سيلكت هنا وابدا اشوف فين المشكله بالظبط، وابدا اقول له ايد الباوندري مثلا، وابدا اقول له هتالف التوب عشان تجي دقيقه. مثلا انا عايز افتح فتحه هنا مثلا، ابدا افتح فتحه كده ايه هنا، اوكي، حسب المقاس اللي انا عايزه، تمام، وهكذا تبدأ تشوف فين المشاكل اللي موجودة، وممكن تعمل مثلا إخفاء لجزء معين بحيث إن أنت تبدأ تدرس المشاكل وتبدأ تشوف الحاجات اللي موجودة فين. طيب لو أنا عندي عمود إنشائي وطلع عندي فيه فتحة، فيه عمود إنشائي، خلينا نختار مثلا عمود يكون structure column، عمود مثلا زي دوت أهو. العمود دوت عايز ابدا اعمل فيه اوبننج، فاعمل عليه سيلكت، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل مثلا باي فيس، وابدا اختار الفيس اللي انا عايزه مثلا الفيس دوت، ابدا اعمل فيه الاوبننج اللي انا عايزه، طبعا بعد دراسه طبعا ما ياثرش على العمود والمبنى كله يقع، تبقى فتحه صغيره مثلا اضطرينا ليها للبايبنج ومش عارف نلف، فاضيق اضيق الحدود يعني، تمام، وهكذا تبدا تشوف ايه الحاجه اللي فيها محتاجه فيها اوبننج، تبدا تدرسها وتبدا تعمل الاوبننج اللي انت محتاجها. ده مهم جدا بالذات في شغل شوب درو.